منذ صيف 2021 وحتى الآن ينتظر جماهير نادي برشلونة الإسبانية العودة المرتقبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى إلى صفوف الفريق بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان. ورغم أن رحيل ميسي كان لمساعدة برشلونة في أزمته المادية، إلا أن أحداثاً تبعت هذا الرحيل جعلت عودته إلى البلوغرانا محل شك، بينما جاء والد ميسي بتصريح واضح يحسم الجدل. عندما ظهر ليونيل ميسي للمرة الأولى رفقة نادي برشلونة في عام 2004 وبعدما تألق بشكل كبير مع الفريق الكاتالوني، عرف الجميع أنه من المقدر أن تنتهي مسيرته حيث بدأت. مع لمعان نجمه ظهرت قصة النجم الشاب الذي نشأ في صفوف برشلونة والذي تبناه وساعده رغم ضعفه الجسدي والمرض الذي كان يعاني منه في صغره إيماناً بموهبته. تدرج ميسي مع برشلونة من لاعب نابغ ناشئ إلى نجم الفريق الأول وصولاً إلى أسطورة وقائد تاريخي للفريق الكاتالوني. لم يصل إلى مكانته لاعب سابق حتى الأسطورة دياغو مارادونا. رحيل ميسي عن برشلونة لم يكن رحيلاً سهلاً، فحتى اللحظات الأخيرة لم يكن أحد يصدق أن هذا سيحدث. وجهدت ساحات النادي ومحيطه في إقليم كاتالونيا بإسبانيا احتجاجات ضخمة من جانب الجماهير التي اعتصمت وهاجمت الإدارة هجوماً شديداً. واعتبر رحيل ميسي فشلاً كارثياً لإدارة النادي في ذلك الوقت بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، لهذا برحيل النجم الأسطوري رحل مجلس إدارة برشلونة ليتولى القيادة رئيس سابق للفريق هو خوان لابورتا. العلاقة بين ميسي ولابورتا جيدة منذ كان رئيسا للنادي في حقبة تاريخية للفريق الكاتالوني، وهو ما نشر حالة من التفاؤل بين الجماهير بأن عودة النجم الأرجنتيني قد تكون قريبة. رئيس برشلونة الجديد أعلن في أكثر من مناسبة أنهم سيحاولون جاهدين استعادة ليونيل مرة أخرى، إلا أن الأمور تعقدت مؤخرا بعد الكشف عن خبايا لم يكن يعلمها ميسي. اكتشف ميسي أن رحيله لم يكن يجب أن يحدث بعدما شهد الرافعات الاقتصادية التي قام بها برشلونة للتعاقد مع عدد من اللاعبين مثل ليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا دياز، ما يعني أن هناك حلولا لم تلجأ لها الإدارة للإبقاء عليها. وإلى جانب ذلك ظهرت تسريبات لمجلس إدارة برشلونة تسيء إلى ميسي بشكل واضح وتصفه بصفات بشعة، وأن رحيله كان رغبتهما جميعاً ما جعله يعيد التفكير في مسألة العودة من جديد. واتخذ النجم الأرجنتيني خطواته الأولى رداً على كل هذا بعدما وافق على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان عقب العودة من بطولة كأس العالم، إلا أن تواجد والده في برشلونة عاد الأمل إلى جماهير كاتالونيا. ورغم التكهنات بأن وجود والد ميسي في برشلونة جاء للتفاوض من أجل عودة نجله، إلا أنه صدم الجميع بتصريح واضح للصحافة الإسبانية دون تردد، إذ قال: لا أعتقد أن ميسي سيعود لبرشلونة مجدداً، لم نتحدث مع لابورتا ولا توجد مفاوضات أو عرض رسمي من الأساس ليحسم الأمر بشكل قاطع.